ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليه. بروفيسور توهي، رفاق، لن نتمكن من إطعامكم مدى الحياة، لذا اليوم ستتعلمون البحث عن الطعام بأنفسكم قبل أن نبدأ. واو، مدهش جدا، ها؟ صنعت هذه العربة بنفسي. حسناً، لقد خبأت علب الطعام في الغابة لنرى من الأسرع في العثور على الطعام. أماكن، استعداد. ها؟ لا أصدق هذا. انتهى الطعام، جائع يفوز. أحسنت يا جائع، لا داعي للقلق بشأن طعامك. هذا الطعام كان من أجلكم، لا جائع فقط. لا تقلقي بشأني يا صوفي، أحصل على المغذيات من التربة، التربة المتسخة اللذيذة. لا تقلقي بشأنهم، هما بخير. أنا قلقة بشأنك يا أوبل، رجعت الكتاب، صفحة نظامك مفقودة. أريد أن أطمئن أنك تجيدين البحث عن الطعام. أوبل لا تحتاج أن تعرف، أوبل جميلة جدا، تحصل على أي شيء تريده. الجمال قد لا يكفي. أهلا بكم مع البروفيسور الطاغي. بعد أن نحشو الديك الرومي نريد أن نتأكد أنه طري. ثم القليل من البهارات، وأخيرا بعد أن تركناه ينضج هكذا. والآن ننتقل إلى الآنسة تافيدا، سترين كيف نقوم بتلميع الأجهزة الكهربائية. شكرا بروفيسور طاهي، مجوهرات، فقد ضعوا مجوهرات في كل شيء. هذا ما سأفعله، سأعد لصوفي أفضل وجبة مثل بروفيسور طاهي، ثم لن تقلق بعد ذلك. جائع؟ جلد السجق لذيذ. رجاء ديكم من أجلي. هاي سيفي بالغرض. أولا نحشو الديك برفق. جائع، الحشو، ثم نجعله طريا. والآن يبدو تماما مثل. حان وقت اختبار متعقب الجرار الجديد. أعتقد أنني بخير. كان هذا رائعاً. سأصادر هذه العربة. هذا مضحك، انتظر، ماذا؟ لا يمكنك ذلك، أعرف حقوقي. حقوقك يا فتى لا تعنيني في شيء. هيا، لدي عمل أقوم به. أوبل طاهية سيئة، صوفي محقة، لا عجب أنها قلقة. لا عليك يا أوبل، تدرب بروفيسور طاهي ليكون بارعاً، ونحن لا نمتلك أدواته. أنت محق يا باركا، إنها الأدوات. لو تمتلك أوبل الأدوات لأثبتت لصوفي أنها ماهرة. هذه الأدوات في مختبر المبتكر حيث يقدم البرنامج. واو. سنذهب الليلة وبعدها لن تقلق صوفي بشأن أوبل. جائع، مذاقه مثل الدجاج. تشانغ، لقد وضعت خطة أخرى مضمونة النجاح. على كل، باستخدام عربة أتحكم فيها عن بعد صنعت متعقب جرار لمطاردة الكائنات والإمساك بهم. هل يمكنني الراحة الليلة؟ لا بالطبع لا. هاي، هل هذه مشواتي؟ لقد صادرتها. ماذا عن الديك الذي تركته؟ صادرته أيضا، إنه لذيذ. برمجته بحيث يشم رائحة سكان الجرار في أي مكان ويطاردهم ويحاصرهم. سيرسل لنا إشارة، كيف يخبرنا عن مكانه؟
هكذا عندما يجد سكان الجرار سنعرف تحديدا أين نجده. هذا رائع، لكن الوقت متأخر. هل علينا أن مجوهرات؟ ماذا كنت أقول؟ أعتقد أن الوقت متأخر. كان يوم عبقريتي طويلا، سنفعل في الصباح. أوه. المكان آمن. أرى فرن بروفيسور تاي. عندما ترى سوفي الوجبة التي أعددتها ستكون سعيدة. أوه، إنه وقت برنامج سجق أحمق في المساء. انتظر أوبن. البروفيسور مبتكر المزعج، ليس لديه الحق على الإطلاق. ما أن أصلح جهاز التحكم سأخرج عرباتي من هذا المختبر. هل لديك أي فكرة عما تفعل؟ كنت على وشك أن أفعل هذا. ماذا فعلت تحديدا؟ لقد وازنت درجة التردد. إنه يتلقى إشارة لكن لا أعرف ما هي. يبدو أنك جعلتيه جهاز تعقب متطور. من سجق أحمق؟ من سجق أحمق؟ من؟ أنا من سجق أحمق؟ من؟ شانغ نحن في أمان. سمعت في مكان ما أن المشواة لا تجيد التسلق. لحسن الحظ أنها لا تجيد التسلق. الفرن، إنه مجنون. انتهى أمرنا. أوبل ستوقفه. الآن أيتها المشواة، ألا يمكننا تسوية خلافاتنا؟ شعره جهاز التحكم. لقد صنع المبتكر متعقب جرار من عربتك. إنها مشواة مسكونة، جائع نادم على كل الطعام المشوي الذي أكله. لم يكن يعرف أنه لك. حاولي توجيهها بعيدا. إنه لا يعمل، لابد أنها موجة مختلفة. إيه، جائع. أصبحت لزجة. هاي، خطرت لي فكرة. جائع، استخدم ذيلك، اقفز إلى أعلى ارتفاع فوق المتعقب. لقد فهمت، هكذا. ثانية، استمر. أحضر الشبكة يا تشانغ، الآن أمامك مباشرة. بعد إعادة التفكير يا تشانغ، لنذهب في هذا الاتجاه. نجحت، هيا بنا. جائع غير متزن. إذا كان هذا الشيء يرسل إشارات، لابد أن المبتكر يتبعه. علينا أن نقوده بعيدا، نحتاج أحدا ليكون الطعم. كتبت أغنية عن كيف نكون أصدقاء. سوف نشوى جميعا. حقاً يا تشانغ، حاول اللحاق بي. انتظر، يتحرك من جديد. عظيم، إنه يتبعنا. لماذا نتجه نحو فصل العلوم؟ ثق بي، لدي خطة. أوسد هذا الباب بينما أفتح المخرج. واو، هذا الشيء قوي. لماذا استخدمت محركاً بسبع سرعات؟ لماذا؟ خارج النافذة الآن. وماذا تفعلان أنتما هنا؟ أصلحت جهاز تحكم عرباتي وجئت أستعيدها، لكن يبدو أنك جعلت منها أياً كان هذا. تعني أنك أنت الذي كنت تتحكم فيها طوال الوقت؟ بالطبع، ما الذي سيجعلها تتحرك؟ هذا سؤال وجيه، فأنت لم تستخدمها في أغراض أخرى مثلاً، صحيح؟ أنا معلم العلوم المتواضع، لدي أغراض خفية؟ بالطبع لا. احتفظ بالمشواة كذلك، اعتبرها هدية. شكرا، أعتقد أنني أعرف أحدا يمكنه استخدامها. هاي، أحضرت هذا من موطني.
نجونا بأعجوبة. أوبل، لن تشاهد بروفيسور طاهي بعد اليوم. كل هذا كان بسببه، وربما يكون خطأ أوبل أيضاً. من الآن سأنصت وأكون طالبة مجتهدة. أوه، أنت بالفعل أفضل طالبة عندي يا أوبل. كنت مستاءة لأنني تصورت أنني معلمة سيئة. لا، أنت أفضل معلمة في حياة أوبل، لهذا أعددت لك وجبة خاصة.